السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناه تاعي، قناه نسرين كوك. اليوم ان شاء الله نعملوا مع بعض سباجيتي بلاصوص بولونياز بطريقه جد سهله وتجي بزاف بنينه. نحتاجوا لهذه الوصفه. انا في معلقه عملت عليها زيت، سخنتها مليح، نعمل عليها كميه من البيون داشي. نحتاجوا حوالي 300 ولا 350 غرام، ولا على حساب اللي متوفر عندكم، يعني ميزانكم. نعملها هيدا فوق النار ونبدي نعلي فيها، فتتها بالملعقة كيما كم تشوفوا. هنا هوادي بعد ما طابت ديك الكفتة شوية، نزيد عليها حبات عبصل هيدا مقطعة صغيرة، ولكن عندكم هذاك البصل الصغير اللي هيدا حمزة شالوت يكون أحسن. ونزيد هنا فص زعتوم كبير شوية، ولا ماشي عندكم كبير عملوه زوج فصوص، سكرفجوهم وزيدوهم على الكفتة تاعكم. وهنا استخدمت أوراق تاع الريحان، فيهم على بازيليك. هنا قطعتهم في تقريبا حل 4 الورقات، ونزيد نخليهم يتعلقوا مع الكفتة على النار هادية. وزدت عليهم شوية معدنوس، وبدي نحرش فيها. هنا عملت الملاح، عملت شوية تاع فلفل أسود، هذا الصلصة جي بزاف بنينة وجي بزاف شابة. نزيد هنا الأعشاب منسمة، هذوك اللي يجيو في الخلاطات، يعني استعملت تقريبا معلقة صغيرة معمرة مليح. نزيد شوية تاع فلفل أحمر، ونخلط هيدا كل شي مع بعض، خليهم يزيدو يتشربوا مع بعض. هاد لي زيبيس ونزيد هنا تقريبا 4 حبات تاع طوماطيش من هكدا مرابيو، خلطهم مليح. ونزيد هنا معلقة كبيرة تاع السكر، راح تعادل لي هداك لاسيديتي تاع الطوماطيش، ونغطي عليها ونخليها تطيب. هنا جبت في الماء، عملت ورقة تاع الرند، فص تاع ثوم، شوية تاع زعتر وملح وتفاوة، ونحط عليه سباغيتي. سباغيتي ما تطيبوش بزاف، ما تفوتوش 8 قايع باش ما يولي لكمش داك السباغيتي كامل طايح. وهو دي العصوص تاعي. بعد ما وجدت وصفيت السباغيتي تاعي بعد ما مرت كما قلت لكم 8 قايع ماشي بزاف، نعص هنا للنار ونخليه يتشرب هذيك لاصوص. نخلط مليح ونخليه يتشرب لاصوص حوالي دقيقة ولا زوج ماشي بزاف، ويكون الطبق تاعنا جاهز. تنجمو تخليو سباغيتي بيض كي نورمال، ومن بعد تزيدو عليه لاصوص. بصح انا هذيك الصراحة ما يعجبنيش بزاف، بس ما يكونش متشرب مليح لاصوص، يتخلطو هكذا معاه يجي متشرب احسن. وهو هذا الطبق تاعنا بجد. خلطت معاه لاصوص، من بعد صبت عليه كمية شوية من لاصوص مرفوع، وزوعتها بشوية تاع المعدنوس وأوراق تاع الريحان وشوية تاع الفخوماج غابي. تكون هكذا عشاء خفيفة ظريفة توجدوها بأقصى سرعة. نتمنى تكون عجبتكم الفيديو تاع اليوم. إلا عجبتكم الفيديو تاع اليوم ما تنساوش تشجعوني باللايكات وتشاركوها مع صحابكم وأحبابكم، هكذا باش تكبر لمتنا. يلا سلام.